قوة من الحشد الشعبي تصل إلى قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار العراقية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن سيطرته بالكامل على مدينة الرمادي. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يعرب عن ثقته باستعادة مدينة الرمادي من تنظيم الدولة خلال الأسابيع المقبلة، وأنه على يقين من أن هذا الوضع سيتغير مع إعادة انتشار القوات العراقية. طيران التحالف يستأنف قصف مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مدينة عدن جنوبي اليمن بعد ساعة من انتهاء الهدنة الإنسانية أمس الأحد. ممثلون عن أطياف سياسية يمنية واسعة في العاصمة السعودية يواصلون بحث مسودة وثيقة الرياض التي تنص على تشكيل نواة أولى للجيش والأمن وعلى استخدام كل الأدوات العسكرية للقضاء على الحوثيين. المتحدث باسم الرئاسة التركية يقول إن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هو بمثابة إعدام بحق الشعب المصري، وأن تنفيذ أحكام الإعدام سيدخل الشرق الأوسط في فوضى عارمة. هي محاولة لإخراج القدس من أي مفاوضات. عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف يقول إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعمل على إخراج القدس من أي مفاوضات. تأتي هذه التصريحات بعدما قال نتنياهو أن القدس ستظل العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وحده على حد تعبيره. لجنة مكلفة بمتابعة عمل